ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا دلوقتي تقرير عن الكاتب وعن الصحفي الروائي الفلسطيني غسان كنفاني، وهو يعد من أهم الأدباء في القرن العشرين ورمز من رموز النضال والأدب الفلسطيني. تعالوا نتعرف عنه أكتر ونعرف عنه أكتر ونرجع لحضراتكم على طول. لك شيء في هذا العالم فقم. تعتبر هذه الجملة من أشهر أقوال الأديب والروائي أيقونة الأدب الفلسطيني غسان كنفاني. هو واحد من أشهر الكتاب والصحفيين العرب في أوائل القرن العشرين. قدم الكثير من الأعمال الأدبية وتم ترجمة بعضها إلى 17 لغة. على الرغم من أن معظم رواياته وأعماله الأدبية تناولت القضية الفلسطينية، إلا أن مواهبه الأدبية الفريدة أعطتها جاذبية خاصة ومميزة. اثنتان من رواياته تم تحويلهما إلى أعمال سينمائية ومسرحية. نال جوائز أدبية عديدة، أهمها جائزة أصدقاء الكتاب في لبنان لعام 1966 عن رواية ما تبقى لكم. وفي عام 1974 نال اسمه جائزة منظمة الصحفيين العالمية. اغتيل كنفاني في 8 يوليو عام 1972 في بيروت، وبعد وفاته تمت إعادة نشر جميع مؤلفاته باللغة العربية في طبعات عديدة، وتم تجميع رواياته وقصصه القصيرة ومسرحياته ومقالاته ونشرت في مجلدات.